معانا برضو صورة عايز اوري لحضرتك الفرق، نعرض الصورة بتاعت مروان محسن اللي كان قاعد فيها على الدكة يا جماعة. الصورة دي بتبين الفرق ما بين النادي الأهلي وما بين باقي الأندية. دي الكورة بعد ما وليد مروان أزارو. خرج وليد أزارو ضيع الفرصة. مروان محسن كان زعلان جدا إن زميله اللي بينافسه على نفس المركز وليد أزارو بيضيع الفرصة. هي دي روح الفانيلا الحمراء، هي مش شعار ولا كلام بيتقال إن النادي الأهلي روح فانيلا، لا الكلام ده فعلا بنشوفه. احنا بنشوف فرق لعبتها بتضرب بعض في الملعب، لا هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي وباقي الانديه، ان انت بتشوف الروح دايما تلاقي مروان زعلان لازارو. هي دي روح النادي الاهلي، هي دي روح الفانيلا الحمراء، هي دي سر الفوز. ده بصراحه يعني دي من اهم اللقطات كانت في المباراه. معايا بقى 8 ارقام خاصه